أولى محطاتنا الصباحية مميزة يا زينب، يعني وكتير هلا عالم ناطر لهيدا الفقرة، وخصوصا ما يخص الفلك. جديد أخبار الظواهر الفلكية اللي رح تشهدها الأيام الأخيرة من 2021، يعني بقول أخيرة من 2021 بدناها تمرق بقى لا خلص والله حاجتها، ما حاجته عن جد حاجتها. بدنا نرحب أكيد بضيفنا الدائم والمميز الدكتور محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية، اللي يحكي لنا أكثر شو رح يصير بنهاية عام 2021. صباح الخير. يا صباحك سالي، صباح الخير زينب، مستعجلين بدنا اياها تخلص مو يلا هيك؟ يسعد تجينا صباحك. 2022. انه دائما بيكون في امل هيك مع ولاده سنه صحيح. جديده. يعني دكتور، خلينا نبدا بالظواهر كمان الفلكيه رح نشهدها. ارتصاف الكواكب، تمام شو هي ارتصاف الكواكب؟ شو رح تاثر علينا مثلا على كوكب تمام. الارض؟ بالعكس، نحن هلا الغريب بالموضوع انه 2021 رح تغادرنا بظواهر فلكيه كثير 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 حلوه، يعني ظواهر فلكية هاي الشغلة نادرة الوحيدة الحلوة تماما، نادرة، حلو مشاهدتها، حلو متابعتها، مميزة جدا جدا. ظواهر الفلكية فعليا بدأت امبارح ومستمرة ل 22 كانون الأول. أول ظاهرة وهلا ممكن نشاهدها بالعين المجردة، وخاصة اليوم قبل ما يبلش المنخفض يوم الثلاثاء، هي موضوع ارتصاف الكواكب أو ارتصاف بعض الكواكب أدق. شو معنى ارتصاف؟ يعني الكواكب بنشوفها بلقطة واحدة بالسماء مصفوفة إيه بعضها البعض، كأنه واقفة بصف بدور. بنلاحظها حيكون أول شيء القمر واضح بطور التربيع، حنلاحظ تحت منه نجمة مضيئة جدا، هي مو نجمة هي كوكب، المشتري. تحت منه حيكون كوكب لامع برتقالي هو زحل، وبعد منه شيء لامع جدا 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 هو الزهرة. بالجهة الأخرى من القمر حيكون أورانوس ونيبتون، بدهم تلسكوبات لنشوفها. لكن هذا المنظر الجميل، هذا الارتصاف الجميل من النوادر أنه نشهده بلقطة واحدة. إمتى فينا نشوفه؟ بعد غروب الشمس تماما، يعني اليوم بعد غروب الشمس نطلع أطفالنا باتجاه وين القمر موجود، نخليهم يشوفوا القمر، القمر واضح، بنلاقي ثلاثة أسفل القمر، وبدنا تلسكوب لحتى او ناظور صغير نشوف اثنين اللي هو اورانوس ونيبتون فوق القمر. حيكون منظر جميل جدا. هي قد ايه الظاهره بتصير كل قد ايه؟ هلا هي الظاهره فعليا لحتى يكونوا عندنا بهذا الشكل، نحن عم نحكي كل مئات السنين. حلو. فكتير حلوه انه بلقطه واحده نجمعهم كلهم، وخاصه اذا كان عندنا ليله رصد فلكيه، فهي فرصه انه ننوع زهره وزحل ومشتري، ثلاثه من اجمل الكواكب رصدا موجودين تماما. سوا. تماما. اذا خلصنا وشفنا ارتصاف الكواكب جاي مذنب اليونارد تماما، ليونارد ليونارد، خلاص ما مننام، لا منضل سهرانين، سهرانين للساعات الاولى من الفجر. بالساعات الاولى من الفجر يعني قبيل شروق الشمس حنلاحظ مرور مذنب بدا بالامس، وفعلا شباب الجمعيه قدروا يشوفوه بالعين المجرده، بعض منهم صورناه. المذنب عم يعبر الان بسمائنا 45 دقيقه، عم يضل قبيل شروق الشمس، يعني قبل ما تشرق الشمس بجهة الشرق حيضل 45 دقيقة، فترة قليلة لكن ماشي حالة. حيضل يعبر 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 لكانون الثاني، طبعا هو حاليا بعيد عن الأرض، رح يصل لأقرب نقطة للأرض ب 34 مليون كيلومتر. طبعا 34 مليون كيلومتر بالمفهوم الفلكي قريب، لكن لن يؤثر على الأرض. ب 22 كانون الأول وهو اليوم المرتقب، حتى قلنا كجمعية وللناس يعني أنه ندعيهم، حيظهر المذنب بتوقع يوم او يومين مو اكثر، لانه حيدوب بعدين بعيد غروب الشمس تماما، يعني على الساعه 4 5، فبيكون فرصه يلي ما بيقدر يسهر لوش الصبح للفجر، ما عنده مثلا نافذه على جهه الشرق، بيقدر يشوفه معنا من المرصد الفلكي بعيد الغروب يوم 22 كانون الاول. رح يظهر يوم 22 لمده تقريبا ساعه بعد غروب الشمس بجهه الغرب، رح يعبر بسمائنا، ان شاء الله يكون لمعان ووصل لدرجه انه يرى بالعين المجرده، يعبر لمده يوم او يومين حسب قدرته على تحمل حراره الشمس، وبعد منا بيكون توجه مباشره الى الشمس ليغادرنا، لانه هو اساسا هذا المذنب سالي وزينب ضيف من خارج المجموعه الشمسيه. نعم. يعني اجانا من خارج المجموعه الشمسيه، اخذ مدار حول شمسنا، زار بعض الكواكب، مر بجوار بعض الكواكب، راح يودع مجموعتنا الشمسية عن طريق الزهرة باتجاه الشمس ليغادر مجموعتنا الشمسية، ولن يعود مرة أخرى. يعني ليونارد يلي بيشوفه بيقول له باي، لأنه ما راح نشوفه مرة ثانية، لن يعود إلى المجموعة الشمسية. المذنب بهذا الوقت بيحمل معه كثير أمور، يعني مثلا إذا رجعنا لكتب التاريخ وللقصص التاريخية، ميلاد السيد المسيح عليه السلام ارتبط بظهور مذنب،
ويقال انه هذا المذنب مذنب هالي. طبعا ما عندنا اي معلومات بتاكد انه مذنب هالي ولا مذنب ثاني غير مذنب هالي، لكن بنفس فتره الاعياد يمر مذنب كثير. هذا الشيء نحن فرحانين فيه، مبسوطين فيه، متفائلين فيه. دائما احنا بظواهر فلكيه متفائل، وخاصه مع مرور مذنب مع نهايه العام، يمكن ان شاء الله يكون علامه على انه 2022 عام خير يا رب باذن الله تعالى. دائما احنا متفائل بالخير. فهي الظاهرتين فلكيتين مميزتين جدا. طيب خلصنا؟ لا، كمان لسه بعام 2021 عندنا ظاهره ثالثه ايضا بدات كمان اليوم وراح تستمر معنا ل 22، يلي هي هطول شهاب شهب اسمها التوأميات. كل الشهب يلي بتهطل بنرصدها ناتجه عن بقايا مذنبات بقت بالغلاف الجوي. هذا الاحتكاك ما بين الغلاف الجوي وبقايا المذنبات سبب هالشهب. التوأميات لا، هي الوحيده يلي ناتجه عن بقايا كويكب. هذا الكويكب تحطم، مر بجوار الأرض وتحطم، فيحتك الغلاف الجوي مع الغلاف الجوي مع هذا مع هذه البقايا، وتتولد هذه الألعاب النارية الجميلة في السماء. إذا ثلاث ظواهر فلكية من أمتع ما يكون خلال الفترة القادمة. عندنا نحن يمكن الشيء الواحد ممكن بس هيك يأثر علينا هو بدء حسب الأرصاد الجوية غدا الثلاثة راح يكون بداية منخفض. هذا المنخفض مستمر يعني فترته طويلة، شي 15 يوم رح يضل مسيطر على بلدنا منخفض. يعني هذا المنخفض رح يكون في درجات حرارة متدنية جدا ويتخلله أمطار. يمكن تلاحظوا سالي زينب 50 أو 40% من معدل أمطارنا السنوية رح تنزل بهالفترة. أها حلو. قديش يعني تخيلوا قديش حيكون في هطولات غزيرة وابل من الأمطار خلال 40% ل 50% من معدلنا رح ينزل خلال ال 15 يوم من بكرة لنهاية الشهر. حيكون في درجات حرارة متدنية جدا. نحن بس نأمل أن يوم 22 بس يكون في شوية صحة مشان نحن نقدر نلحق المذنب ما بدنا يروح علينا. إن شاء الله يا رب. يمكن حكيت نقطة كتير مهمة بعد ارتصاف الكواكب ظهور المذنب. خلينا هلأ هيك نفوت بالشيء المو كتير حلو، هي الانفجارات الشمسية وشو بتعمل أخطار. تمام سالي، هذا الموضوع كثير مهم بصراحه، واليوم اذا بنفوت على مواقع التواصل الاجتماعي بنلاحظ انه اثير حول هذا الموضوع كثير من التساؤلات وضجه كبيره. القصه بدات كالتالي سالي زينب. العلماء قدروا يرصدوا انفجار على سطح نجم اسمه ديكي دراغونز، دراغونز او التنين. في هذا النجم اللي على بعد 111 سنه ضوئيه حدث انفجار على سطحه. هذا النجم صغير يشبه شمسنا بحجمه. قدروا العلماء يحصلوا على بيانات من هذا الانفجار، الشحنات الكهربائية، كمية التيار الكهربائي الصادرة منه، الحرارة، الحقل الكهرطيسي. هاي البيانات كلها جمعوها العلماء وعكفوا على دراستها خلال الأيام الماضية. لاحظوا كالتالي أن النجوم بشكل عام حتما لها دورة انفجارية. هذه الدورة الانفجارية متكررة تحدث كل بضع مئات من السنين. طيب على الشمس امتى اخر حدث صار؟ اخر حدث صار اسمه ظاهره ادينكتون. ادينكتون حصلت من حوالي 150 سنه. طيب من 200 سنه لليوم الشمس بقيت مستقره. لكن اليوم لما ندرس الشمس، اليوم في مسبارين عم يدوروا حول الشمس، سوهو باركر، عم يدرسوا الشمس بشكل كثير كبير، عم يصوروا البقع الشمسيه، عم يصوروا الرياح الشمسيه. لاحظوا شيء غريب انه الشمس حاليا مستقره بطريقه غريبه. دائما قلت لكم انه الشمس مستقره والتغيرات المناخيه بسبب الاحتباس الحراري الانسان، لكن استقرار الشمس طول. اذا في شيء غريب. هذا الشيء الغريب دعا العلماء انه يدرسوا اكثر موضوع الانفجارات على سطح النجوم ومنها شمسنا. فلاحظوا انه ممكن بحضون 50 لـ100 عام هذا الاستقرار يتولد عنه طاقه كبيره جدا وتحدث انفجارات. اذا حدثت هذه الانفجارات، اذا حدثت ونحن عم نتحدث من 50 لـ100 عام، سترسل الشمس رياح شمسية عبارة عن أيونات، شوارد. هذه الشوارد ستدخل، إذا كانت الأرض مقابل للشمس ستدخل إلى الكواكب. حقلنا المغناطيسي لن يتحمل هذا الضخ من الأيونات، سينهار الحقل المغناطيسي للأرض. ستدخل هذه الطاقة الأيونية إلى الأرض، ستوقف عمل التيار الكهربائي، ستوقف عمل المولدات، الأقمار الصناعية، التوابع الصناعية، كل هدول كل شيء إلكتروني. هي بعد 50 سنة بيجوز يكون عندنا طاقات متجددة. طاقات متجددة ما لها صحيح، لكن هاي الحادثة أثارت رعب الدول، بعض الدول الغربية فعملوا تجربة.
فعلا مؤخرا يعني عملنا صار في مؤتمرين حضرناهم يسلط الضوء على انفجار على سطح الشمس لاهميه الموضوع. يعني احنا عم نحكي عن موضوع الان العلماء له علاقه بالاحتباس الحراري عفوا ابدا ما له علاقه نهائيا هذا الشيء تماما الخوف منه ليش؟ لانه بده يرجعنا لعصر. فعملوا تجربه جابوا مجموعه من المتطوعين والوكالات ومراكز الابحاث حطوهم بغرفه وقالوا تعالوا لنعمل مع هالمجموعه تجربه شو بيصير لو حدث انفجار شمسي، يعني لو انقطع التيار الكهربائي. حطوهم بغرفه فيها كل وسائل الترفيه من انترنت، برادات، اكل، مكيفات، كل شيء انواع تعتمد على التيار الكهربائي. شيء حوالي 15 متطوع من معظم دول العالم بعده شقق وكل مجموعه مع بعضها. المهم بلحظه معينه ما بيتفقوا مع المتطوعين، بيقطعوا التيار الكهربائي، بيشوفوا رده الفعل. فبعد ما قطعوا التيار الكهربائي والانترنت وكل الامور التكنولوجيه عنهم، خلال من ساعه لساعتين بلشت الاضطرابات النفسيه تظهر عند المتطوعين. نعم. يلي عانوا اكثر شيء مثلا الاستراليين عانوا من حالات غضب شديده وبلشوا تكسير، الاوروبيين مثلا صار في عندهم حاله بعد يوم صاروا عم يحاولوا ينتحروا حتى، الدول الغربيه لم تتحمل موضوع انقطاع التيار الكهربائي او وقف التكنولوجيا. هذه التجربه ظهر عنها نتائج كثير مهمه، منها ان العالم خلال يومين من الرياح الشمسيه سيدخل في فوضى عارمه، ستختفي الاموال الموجوده على الانترنت، تعرفوا معظم دول العالم اموالها انترنت الكترونيه، فهي رح تختفي، رح يرجع العالم لقبل عصر التكنولوجيا، رح يفوت العالم بحاله من التوهان كبير كثير، لانه حياتنا كلها اليوم اعتمدت على التكنولوجيا. طيب شو الحل؟ الان العلماء عم يفكروا بحل فيما لو حدث انفجار على سطح الشمس. هلا اليابانيين اقترحوا انه يمدوا كابلات بالمحيط تولد حقل مغناطيسي. نعم. تعيد الحيويه للحقل المغناطيسي للارض، لكن هالمشروع فترته كثير طويله وقد يحدث الانفجار ولا تلحق اليابان بهذا المشروع. اذا الشمس اليوم حالتها مستقره، لكن لا يعني ان يحدث انفجار باي لحظه عبر التاريخ القريب، التاريخ القريب من 50 ل 100 سنه فلكيا هو تاريخ قريب ويؤثر على الحياه البشريه. بالنهايه هذا الشيء طبيعي سالي زينب، نحن كونيين، نحن جزء من الكون. الارض كوكب من المجموعه الشمسيه تتاثر كما يتاثر اي كوكب اخر بالنشاط الشمسي وبالاحداث الفلكيه، فهذا شيء طبيعي جدا، حتى نحن كبشر ابناء النجوم، وبالتالي ما يحدث عن النجوم حتما سيؤثر علينا بمعنى الانفجارات والتغيرات على سطوح هذه النجوم، التقلبات، مرور النجوم كبيره، كل هذا الشيء بيأثر علينا وهذا الشيء طبيعي، نحن مرتبطين مع هالشمس، يعني نحن اساسا الارض تاخذ طاقتها وحيويتها من الشمس، فمرتبطين معها بشكل كثير كبير، وحتما اذا حدث انفجار على سطح الشمس سيؤثر علينا بشكل كثير كبير. نعم. هلا انا باخذها من باب المفارقه سالي زينب. نعم. انه نحن بسوريا تعودنا شوي على انقطاع التيار الكهربائي. تعودنا كثير. تماما، فلما اكون بالمؤتمرات يعني نحن نتفاجأ ونستغرب انه ليش كل هالخوف؟ يعني كثير بسيطه، يعني بالنسبه لنا كثير بسيطه، مش على شمعات، نرجع مثلا للحمام الزاجل، يعني باب المزح، ممكن نتعود، يعني ممكن نتاقلم، الانسان قوي بتاقلمه، لكن للاسف بعض الدول مستحيل تقدر تعيد تاقلمها مع اختفاء التيار الكهربائي، وهون المشكله، علما انه نحن من الان بدانا نشعر انه هناك مشكله في الوقود الاحفوري، مثلا الصين بدا ينقطع عندها التيار الكهربائي ببعض المناطق، في مناطق بروسيا بسبب البرد الشديد لا تظهر في لا يصل التيار الكهربائي اليها، فهناك دول تستطيع التاقلم مع هذه الظاهره، بالمقابل هناك دول مستوى الرفاهيه فيها كثير عالي فلا يمكنها التاقلم مع حادثه انفجار سطح الشمس. هذا الموضوع كثير مهم، كثير اليوم حدث الساعه، كثير عم يناقشوه العلماء، لانه فعلا في تخوف من انه يحدث هذا الانفجار باي لحظه. بالنسبه لنا كبشر لن نتاثر الا بالتكنولوجيا. نعم. يعني ما رح نموت ولا رح نصير رحمه مشويه ولا شيء، بس بالتكنولوجيا رح نتاثر وتختفي التكنولوجيا. يعني بسيطه اذا من الاحداث الفلكيه الواحد اكيد. يعني دكتور، بما انه عم نشهد ظواهر كثير يمكن خلينا نقول من الناس او علماء الفلك مثلا بيقولوا انه في هي الظواهر بتاثر على الارض او مثلا بتعطي بشاره خير او بشاره شر، خاصه ان احنا مقبلين على هي، هل لها علاقه هي القصص؟ يعني حلو. ارتصاف الكواكب مثلا، ظواهر الانفجارات الشمسية
الشمسيه او حتى هل لها علاقه، مشان نوضح قبل ما يصير في تنبؤات مغلوطه يعني. تماما، بشكل عام نحن دائما نتفائل بالخير، ما في ظاهره فلكيه تحدث كمرور المذنب الا تدعو للخير وتدعو للتفاؤل. خلونا نبلش سنتنا نحن بالتفاؤل، لا نسمع من الناس اللي بتدعونا للتشاؤم، لا نسمع للمهاترات خاصة مع اقترابنا من رأس السنة والكلام اللي بيحبط والتنبؤات اللي ما لها طعمة كلها هي تحبطنا. لا، خلونا نتفائل بالخير، تفائلوا بالخير تجدوه. في شغلات كتير حلوة فينا نتفائل فيها، فيها طاقة كتير حلوة إيجابية. نبحث على الطاقة الإيجابية، مرور المذنب طاقة إيجابية، ارتصاف الكواكب طاقة إيجابية، حتى بانفجارات اللي عم تحدث على سطح الشمس فيها شيء إيجابي، لأنه نعم. هذا بيظهر قديش نحن شعب بشر كائن متعود متأقلم. خلي الناس تحس بالشعب السوري. تماما. يعني بالعكس أنا انبسطت من التجربة، يعني لما كنت عم شوف الفيديوهات كنت قاعد هيك وصفنان أنه قديش نحن هي التجربة عشناها بحياتنا وتأثرنا. كيف الخوف، بتشوفي الخوف بعيونهم بمجرد انقطاع التيار الكهربائي، بيصير خوف، بيصير رعب، بيصير بدهم يفتحوا الباب ويهربوا ويكسروا. معناتها ما يعيشوا هون شو بيصير عندهم؟ بيفتحوا فورا. فعلا دائما تدور على الايجابي بالموضوع. تمام. يعني دكتور معلومات كثير جميله، يمكن انا وزينب بنستمتع دائما بفقرتك وخاصه بامور الفلك لانه نحن يمكن بنحبها. بدنا نتشكر وجودك معنا. بدنا نتمنى لك نهايه عام مليء بالخير بالامل، ان شاء الله يا رب هيك تفرج علينا مو بس فلكيا وايضا اقتصاديا وكل شيء. سالي صباحك ورد، زينب يسعد صباحكم، كل عام وانتم بالف خير. كل عام وانت بالف خير، وان شاء الله هيك السنه الجديده بتجيب لنا ظواهر كثير مهمه كمان واكتشافات تسجل باسم سوريا. اهم شغله اكيد تمام الظواهر. شكرا لك، كل عام وانت بخير. انت بخير يا زينب.